ازيكم؟ فيديو النهارده اقول لكم فيه على 10 حاجات بنعملهم بتخلي شعرنا جاف اغلب الوقت. اكيد طبعا مش كلنا هنقدر نمنع الحاجات اللي بتسبب لنا جفاف الشعر، بس على الاقل نكون عارفينهم علشان اللي نقدر ان احنا نتغاضى عنه وما نعملوش هتكون دي حاجه حلوه جدا وصحه للشعر، واول ما تظهر هتظهر على ملمسه وشكله. اول غلطه هي اهمال استخدام حمام الكريم. يا جماعه انا اقسم بالله في ناس بتكتب لي كومنتس هي مش عارفه اصلا يعني ايه حمام الكريم. حمام الكريم ده بيكون عباره عن ان هو ماسك بيستخدم لترطيب الشعر من مره لمرتين في الاسبوع، بيكون قوامه على هيئه كريم بنحطه على الشعرايه نفسها من غير الفروه خالص، وخصوصا طروف الشعر بنكتر الكميه اكتر على الطروف لان هي اكتر مكان بينشف، لان هو ابعد مكان في الشعر فمش بيوصل له الغذاء الكافي من الفروه. فلازم ان احنا نعمل حمام كريم للشعر على الاقل مره في الاسبوع، وخصوصا الاطراف بناخد كميه كده كويسه ونسبه محترمه ونحطهم على الشعرايه كلها. حمام الكريم بيزود من ترطيب الشعر وكمان بيعزز المرونه في الشعرايه فبيخليها مترطبه اطول فتره ممكنه، وكل نوع حمام كريم حسب مكان مناسب مع طبيعه شعرك كل ما ترطيبه للشعر هيكون احسن وكمان ثبات ترطيبه هيكون افضل. وانا كنت عامله لكم فيديو في كل انواع حمام الكريم اللي انا استخدمتها، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. تاني حاجه هي مكمله للحاجه الاولى هي مده حمام الكريم. ما ينفعش ان احنا نسيب حمام الكريم ده مده غير كافيه على الشعر. المدة الكافية لحمام الكريم هي 20 دقيقة، احيانا ممكن يسيبه اكتر من كده بس ده بيكون في جلسات ترطيب وترميم شهرية بتتعمل مرة واحدة في الشهر، بس ما ينفعش يكون ده الروتين اللي بنمشي عليه يعني كل اسبوع. لكن الوقت الانسب لاستخدام حمام الكريم اسبوعيا سواء مرة او مرتين هي 20 دقيقة، 15 ل 20 دقيقة بالكتير خالص. ما ينفعش تسيبيه اقل من كده ولا ينفع تسيبيه اكتر من كده لانه اقل طبعا الشعر مش هياخد الترطيب والغذاء الكفاية من حمام الكريم، واكتر من كده ممكن يسبب تساقط في الشعر وممكن يكون مضر على الشعرايه. تالت خطأ هو استخدام السشوار الساخن لتنشيف الشعر. في ناس لازم اول ما تطلع من الشاور تنشف شعرها بالسشوار وما تقدرش تسيب شعرها ينشف لوحده. هو طبعا الموضوع ده مش صح، بس اقل ضرر هو ان انت لما تستخدمي السشوار لتنشيف شعرك تستخدميه على البارد مش على السخن خالص، لان على السخن ده بيسبب تقصف الشعر وبالتالي جفاف الشعر وبيضر برده خصله الشعر نفسها، لان انتوا عارفين طبعا ان اي هيت او حراره بتكون قاسيه على الشعرايه فبتقصفها وبتسحب الترطيب اللي فيها وبتخليها عرضه جدا للجفاف والتلف. فبلاش خالص تسخنوا السشوار بتاعكم وقت تجفيف الشعر، كفايه خالص ان يكون تسليط الهواء على الشعر وحراره بارده، ده هيعمل تجفيف للشعر ولكن باقل الاضرار. رابع خطا هو اهمال حمامات الزيوت وخصوصا لترطيب برده الاطراف وترطيب خصله الشعر نفسها. مهما كان الشعر دهني فالشعرايه بتحتاج مغذيات ومرطبات تتحط عليها، فده بيخلينا نحتاج ان احنا نعمل حمام زيت مثلا من مره لمرتين في الاسبوع حسب طبيعه الشعر. لو الشعر جاف مثلا بنعمله مرتين في الاسبوع، لو الشعر عادي ممكن مره واحده في الاسبوع، لو الشعر دهني ممكن مره كل 10 ايام. بس لازم ان احنا نعمل ماسك ترطيب بالزيت للاطراف، وخصوصا بقى لو كان الزيت ده نوع طبيعي فمش بس بيكون مرطب للشعر وكمان بيكون مغذي للشعرايه وبيساعدها على ان هي تتعالج لو فيها اي مشكله زي مشاكل التلف والجفاف والتقصف. واهم حاجه في خطوه حمام الزيت دي هي ان انت تستخدمي نوع زيت مناسب لطبيعه شعرك. يعني ايه مناسب لطبيعه شعرك؟ يعني مثلا لو انت شعرك منخفض المساميه فبالتبعيه هيكون عالي البروتين، فلازم تستخدمي زيت يكون خالي تماما من اي بروتينات وفي نفس الوقت وزنه الجزيئي خفيف علشان تقدر مساميه الشعر المنخفضه ان هي تمتصه وتشربه، وفي نفس الوقت يكون زيت فيه نسبه ترطيب علشان يقدر ان هو يرطب الشعرايه ويحميها ويكسبها شويه من الترطيب اللي هي مفتقداه نتيجه طبعا الجفاف اللي هي فيه. ولو انت شعرك من النوع ده اللي هو منخفض المساميه وعالي البروتين فالزيوت اللي هتكون مناسبه لترطيب شعرك زيت الجوجوبا وزيت اللوز الحلو وزيت الارجان وزيت بذور العنب، هي دي الزيوت الطبيعيه اللي هتكون مناسبه لطبيعه شعرك، خفيفه وفي نفس الوقت بترطب وما فيهاش بروتين خالص. طب لو انت شعرك منخفض البروتين فبالتبعيه هيكون عالي المساميه، فهتكوني محتاجه زيت وزنه الجزيئي الكبير علشان يقدر ان هو يرطب الشعرايه وفي نفس الوقت يكون بيحتوي على بروتين علشان يعوض الشعرايه جزء من البروتين اللي ناقصها، وفي نفس الوقت برده يكون في نسبه ترطيب علشان نقص البروتين برده بيعمل جفاف في الشعر. ففي الحاله دي ممكن تستخدمي مثلا زيت جوز الهند، ده زيت فيه بروتين كويس جدا وفي نفس الوقت بيرطب الشعرايه. وممكن تستخدمي زيت الخروع، زيت الخروع برده من الزيوت اللي بترطب كويس جدا بس هي ما فيهاش بروتين بس فيها ترطيب وفي نفس الوقت وزنها الجزيئي عالي جدا فهتكون مناسبه للشعر عالي المساميه ومنخفض البروتين. وممكن برده تستخدمي زيت الزيتون، زيت الزيتون برده من الزيوت المرطبه وفي نفس الوقت قوامه تقيل شويه، وفي زيت برده الجرجير وزيت السمسم. زيت الجرجير وزيت السمسم من الزيوت اللي وزنها متوسط، لا هي العاليه قوي ولا هي المنخفضه قوي، هي من زيوت التصنيف الاول ودي بتكون اعلى شويه في القوام من الزيوت الخفيفه اللي قلنا عليها في اول الفيديو. وفي كل الاحوال اي نوع زيت هتستخدميه تعمليه حمام زيت على الشعرايه نفسها لو انت عايزه الترطيب، وطبعا تهتمي جدا بالاطراف. لكن لو انت بقى نوع شعرك دهني مش جاف خالص بتعملي حمام زيت للطروف بس، لان زي ما قلنا الطروف بتبقى ابعد مكان في الشعر فهي اقل مكان بيوصله ترطيب او غذاء من الفروه، فبتكون برضه
برضو هي اكتر مكان محتاج تغذية موضوعية في الشعر الدهني، ما يعملش حمام زيت لشعره كله ولا للفروة، لان هم بيكونوا دهنيين جدا او مدهنين جدا، يعمل حمام زيت للاطراف بس. من الاخطاء برضو الشائعة جدا واللي بتسبب جفاف الشعر هي استخدام الفوط العادية دي، اللي هي اللي احنا بنشب بيها جسمنا عادي. الفوط دي بتسحب الترطيب اللي في الشعر بصورة كبيرة جدا جدا، والشعر الجاف اصلا سواء كان نوع منخفض البروتين او عالي البروتين احنا بنكسبه مرطبات موضوعية علشان نعوض شوية الجفاف اللي هو فيه، فمش اللي حطيناه هيتشال بالفوطة. فمينفعش للشعر الجاف ان احنا نستخدم له الفوط العادية دي، طبعا الاصح والافضل ان احنا نستخدم الفوط المايكرو فايبر. لكن لو مش عندك مايكرو فايبر عادي جدا مفيش مشكلة، ممكن تستخدمي اي تي شيرت قطن عندك. انا شخصيا ما عنديش الفوطة المايكرو فايبر وبستخدم التي شيرت ده، بس المهم ان انت تكوني متأكدة ان هو قطن 100% علشان يكون لطيف على الشعراية وما يسحبش كل الترطيب الموجود فيها، وفي نفس الوقت ما يخليهاش تتأثر. الخطأ اللي بعد كده هو اهمال استخدام الليف ان والانسياق وراء اكذوبة استخدام الزيوت للتصفيف. انا عارفة ان في ناس من صغرها مستسلمة على ان هي بتستخدم الزيت لتصفيف الشعر، وممكن يكون كمان شعرها بيرتاح على الزيت مفيش مشكلة، بس استخدامك للزيت ما يمنعش استخدامك للكريم او الليف ان على الشعر، وخصوصا لو كان شعر الجاف زي النوع اللي بنتكلم عنه في الفيديو بتاع النهاردة. مهما كان جفاف الشعر ده سببه ايه، سواء انخفاض البروتين او زيادة البروتين، ففي كل الاحوال انت بتكوني محتاجة تستخدمي كريم للتصفيف او ليف ان، لان الكريمات اللي زي دي بيكون فيها قوام مائي، او يعني بتلاقي من ضمن التركيبات بتاعتها مية، والمية دي من الحاجات اللي بيكون محتاجاها جدا الشعراية الجافة علشان تكسبها مرونة شوية، فتحسي ان هي مترطبة حتى لو ترطيب موضعي. لكن احنا كلنا زمان متعودين على ان امهاتنا كانوا بيصرحوا لنا بالزيوت اللي هي العادية دي، وممكن يكون في ناس بتستريح على الزيوت، لكن دي نسبة بسيطة جدا وفيها ضئيلة جدا. وانا اقول لكم هما بيستريحوا عليها ليه، هما الزيوت دي بيكون فيها نسبة مادة دهنية، فالمادة الدهنية دي لما الشعر بيمتصها بيبدأ ان الهيشان يقل شوية، وبيكون في لمعة كده في الشعر، وبيكون في برضو ملمس دهني في الشعراية. فاصحاب الشعر الجاف بيكونوا مفتقدين جدا الملمس الدهني ده، حتى لو ملمس دهني بسيط مش لازم يكون دهني مؤذي يعني. فبالتالي بيستخدموا الزيوت في التصفيف علشان يحسوا بالشعور ده، لان بيكون من وجهة نظرهم هو ده الترطيب. لكن لو جربوا استخدام الكريمات او الليف ان فعلا فعلا هتفرق معاهم جدا، والشعراية نفسها كمان هتترطب احسن وهيكون مظهرها صحي اكتر، وخصوصا بقى لو كان جفاف الشعر ده بسبب ارتفاع البروتين بيكون الشعر ضد تماما اي زيت او اي سيرة. وبنلاقي كمان ان الشعر العالي البروتين ده بينشف وبيجف من استخدام الزيوت والسيرامات، المفروض ان احنا بنستخدمهم اصلا للترطيب، لكن ده بيقلب بنتيجة عكسية ان هو بيجف جدا وبيبدأ التقصيف ان هو يبان اكتر، بتلاقي فيه شعر كده طاير من فروة رأس. فحتى لو كنت بتستخدم الزيت ومرتاح عليه، معلش هاتي بديل زيت او هاتي اي كريم استخدميه، حتى لو يوم ويوم، يوم الزيت ويوم الكريم. مشكلة كبيرة جدا هي مشكلة استخدام المية السخنة الشديدة جدا على الشعر اثناء الغسيل او اثناء الشاور عامة. حتى لو انت بتغسلي جسمك بمية سخنة مش لازم خالص تغسلي شعرك بمية سخنة، اللي براسك كده على قدام، وابداي ان انت برادي المية شوية، خليها على الاقل دافية او فترة، واعملي بقى روتين شعرك كله، الشامبو حمام الكريم والبلسم وكل حاجة، واشطفي شعرك على بره بحيث ان المية اللي هي الساقعة دي ما تنزلش على جسمك فتبردك مثلا. لكن بلاش خالص نستخدم المية السخنة المباشرة دي على الشعر، لان هي بتعمل جفاف للشعر شديد جدا، وبتزود برده من تقصيف الشعر وبتزود من كهربة الشعر. هو كده ولا كده المية السخنة دي اصلا مضرة سواء للشعر او للجلد، بس فرضنا يعني على اسوأ الظروف لو انت مش بتقدري تستحمليها برد على جسمك ولازم ان انت تخليها سخنة، بلاش بقى على الشعر خالص تخليها مية سخنة. وبالتبعية برده استخدام المكوى زي بالظبط المية السخنة اللي حرارتها عالية، المكوى برده حرارة عالية عامة، الحرارة كلها مضرة للشعر، فبلاش خالص ان احنا نعمل فرد لشعرنا باستخدام المكوى او بالسشوار، ولا نعمل اي نوع من انواع الفرد خالص باستخدام الحرارة، لان ده برده مضر للشعر. ولما بنتعود على شكل شعرنا وهو مفرود صناعي بالحرارة، بنبقى بعد كده مش قادرين خالص ان احنا نمنع نفسنا ان احنا كل شوية نعمل شعرنا، فهتدخلي بقى في سكة اللي يروح ما يرجعش. فما تقوليش هجرب بس مرة اشوف شكل شعري، مش هتقدري ان انت ترجعي تاني وشعرك شكله هيعجبك جدا. فمنعي نفسك من البداية، بلاش خالص ان انت تشتري اصلا لا مكوى ولا سشوار علشان ما تنسقيش، ولا ان انت تعملي شعرك كل شوية فتضري وتأذي شعرك. الخطوة اللي بعد كده هي استخدام الستانات، او يعني هتبقى مشكلة لو اهملنا استخدام الستانات. الستانات من الحاجات اللي بتحافظ على الترطيب في الشعر جدا، فعلى الاقل اشتري بوني ستان وتوكة ستان واحدة، التوكة تكون بتعملي بيها الفورمة بتاعت شعرك اغلب الوقت ايا كانت هي ايه، والبوني ستان تلبسيه على شعرك قبل ما تنامي بالليل علشان تحمي شعرك من الاحتكاك مع المخدة، وتحميه ان هو المخدة تشرب برضو الترطيب اللي فيه. فالستان من الحاجات اللطيفة جدا على الشعراية، وكمان بتتعامل معاها بهدوء جدا. وعايز اقول لكم ان انا كنت من الناس اللي بقول على موضوع الستان ده ترفيه زيادة، ودي حاجة رفاهية اوفر، واكيد مفيش كده. لكن بجد بعد ما جربت انا استخدم بوني ستان وتوكا ستان، الموضوع فرق جدا، وشعري بقى بيكون مترطب اغلب الوقت، وخصوصا كمان في الاطراف لو انت بتعملي مثلا ضفيره واخر الضفيره بتحطي توكه، التوكه دي لما بتكون ستان ده بيفرق جدا في ترطيب الاطراف.
هي عايزة تنام بس جاية تصبح عليكم وراجع تاني. واخر خطوة هي اهمال الترطيب اليومي. مهما كان شعرك دهني ما ينفعش ان انت ما تستخدميش مرطبات يومية. براحتك بقى، عايزة تستخدمي زيت براحتك، عايزة تستخدمي كريم براحتك، عايزة تستخدمي بديل زيت براحتك. المهم ان انت ترطبي شعرك بصورة يومية، لان الترطيب اليومي ده عامل زي الغذاء اليومي كده للشعراية. لو اهملتي فيه كانك بالظبط ما بتتغذيش او ما بتاكليش. فتخيلي لو انت قعدتي يوم كامل مثلا ما اكلتيش، مش جسمك هيتأذى وتحسي ان انت مهبطة وتعبانة؟ كذلك الشعر لو قعد يوم ما اتغذاش برده هيبدا شكله يكون بهتان، ومع الوقت طبعا هينشف ويكون شكله تالف وغير صحي. دول 10 اخطاء بتسبب جفاف الشعر. اكتبوا لنا في الكومنتس لو بتعملوا اي حاجه من الحاجات دي، او لو اول مره تعرفوا ان الخطوه دي بتسبب جفاف الشعر. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عندكم اي اسئله واستفسارات اكتبوا لي في الكومنتس وارد عليكم كلكم. وما تنسوش لايك وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم فيديوهات جايه كتير. سلام.